الف البتاع ده كده. بعيدة. الحمد لله. انت اسكندراني اصيل. تفتكر ايه السر اللي في اسكندرية بيخليها تطلع فنانين عندهم خيال من وقت سيد درويش لحد ويجز؟ اصل اسكندرية دي مدينة يعني كانت بتسمى يعني سنة 300 بعد الميلاد مدينة الله العظمى، وطلع منها كل العلماء، ولما اتعملت فيها مكتبة اسكندرية، فهو مجتمع اسكندرية منها وجودها على البحر المتوسط مع امتزاج الحضارات اللي مرت عليها من يونانية وبيزنطية لغاية فتلاقي المدينة وانت ماشي فيها، من وانا طفل صغير كنت بشعر بالشعور ده، انت ماشي في متحف دون ان تدري، وماشي في شوارع كلها تاريخ. يعني كنت ساكن في شارع في محرم باسمه أوزوريس، وورا مني شارع اسمه إيزيس، واللي بعد مني شارع اسمه حورس، فانا حسيت ان انا مولود جوه الاسطوره نفسها يعني المصريه. وبعدين تمشي كده وانت رايحه مثلا على الشاطبي، تلاقي المتحف اليوناني الروماني، تلاقي شارع فؤاد، تلاقي المباني الانجليزيه العريقه، تلاقي المسرح اليوناني الروماني ورا مطافي كوم الدكه اللي هي منطقه سيد درويش برضو. اليود بتاع البحر مع جو اسكندريه مع هذا المجتمع الكوزموبولي تاني ده اللي فيه الإجريجي مع اليوناني مع الإيطالي مع المصري كله كده مختلط ببعضه، كنت بتحس إنك في مدينة عظمى فعلا، وإن الواحد ماشي في متحف. قد يكون الشوارع ديت بريحتها، بريحة اليود، بريحة البحر، ده بيعمل عند الفنان خيال أو بينشط فيه الخيال. فأعتقد إنه في حاجة مش طبيعية في اسكندرية بتخلي الانسان كده من اول اليود والهواء اللي بيشمه بيعمل عمليه في عقله كده بتنشط الخلايا الفنيه زي ما طبعا مدينتي الجميله وانا اسكندرانيه، واسمحوا لي انا احيي طبعًا اهلي وناسي طبعا. امال ايه؟ بس بقى يعني على سيره ويجز، ما حسيتش بمقارنه بين سيد درويش ويجز؟ بص برضو طبعا انا مش عايز ايه اقارن، لان طبعا المقارنه لا يعني انا قلت لك ان هو طلع منها كل الفنون من اول سيد درويش لحد ويجز اخيرا يعني. بس انت هتلاقي يعني يمكن العامل المشترك يمكن الطفره. لان سيد درويش لما ظهر عمل طفره وخلص المزيكا العربيه من المزيكا العثمانيه، وابتدى ينزل للشعب بعد ما كان الغنى للطبقات الراقيه بس، ابتدى هو ينزل للشعب ويغني للعمال والفلاحين والصنايعيه والشيالين، وما سابش حد ولا اي مهنه، عشان كده اتسمى فنان الشعب. وكان قريب من الناس في طموحاتهم وفي احلامهم وفي عروبتهم وفي شكلهم وفي مصريتهم، وكنا ايامها مستعمرين من الانجليز، فكان هو ضد الاستعمار، واغانيه كلها كانت بتحرض على التخلص من الاستعمار وعبوديته والحاجات دي. الطفره يمكن اللي ممكن يكون بيعملها ويجز ان هو عامل نوع غنى اغاني جديده او نوع جديد، نوع غنى بس جديد. الراب مش جديد، الراب موجود من زمان. هو مش راب على فكره، هو تراب يعني، هم كانوا واعيين قوي للمنطقه ديت يعني، هو ما سموهوش راب، هو سماه تراب. والتراب ده حاجه انا بعتقد انها شبه الهارد ميتل اللي بره، اللي هي المزيكا النحاسيه الجامده اللي فيها هبد كتير وفيها كلام غير مفهوم وغير متوازن. بتسمع الاغاني دي؟ بحاول اسمعها وما بفهمهاش يعني، اسمعها يا احمد يعني ما فهمتش ولا كلمة. ما فهمتش لما تبقى ماشي رايح جوه، قلت يبقى جوه، لما تبقى ايه هي فين؟ لا اوعى ولا يعني ايه، طول الوقت حاسس ان في واحد هيهجم عليا بمطوه.